السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الفرقة الأولى بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط. ومعنا اليوم مراجعة على ما سبق دراسته من موضوعات مادة جغرافية مصر الاقتصادية. هذه الموضوعات تتمثل في 1 أهمية المعادن وتوزيعها الجغرافي في مصر، الحديد، ثانيا الفوسفات أملاح الصوديوم الكبريت، ثالثا التلك، المنجنيز، الذهب، رابعا النحاس، التيتانيوم، المعوقات التي تواجه قطاع التعدين في مصر، خامسا مصادر الطاقة، البترول، الغاز الطبيعي. السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة مع التصويب. 1، خام حديد أسوان من النوع الرسوبي البتروكي. طبعا الإجابة صح، إذا خام حديد أسوان من النوع الرسوبي البتروكي. ثانيا، لم تستغل خامات الحديد في منطقة القصير. الإجابة صح. ثالثا، يقتصر استخراج الملح في مصر على ساحل البحر المتوسط. يقتصر استخراج الملح في مصر على ساحل البحر المتوسط. الإجابة خطأ، حيث يستخرج الملح من عدة أماكن أخرى ليس البحر المتوسط فقط، كذلك يستخرج من البحر الأحمر، خليج السويس، ومن الصحراء الغربية مثل وادي النطرون. رابعا، يعد ملح الطعام أحد عناصر الثروة المعدنية كسبا للعملة الصعبة. الإجابة صح. خامسا، يستخدم المنجنيز في صناعة الأسنان وبعض العقاقير الطبية. الإجابة خطأ، ألا وهو الذهب. سادسا، يشكل التيتانيوم وسبائقه العصب الرئيسي لصناعة الطائرات. يشكل التيتانيوم وسبائقه العصب الرئيسي لصناعة الطائرات. الإجابة صح. سابعا، علماء المصريين قد استغلوا خامات النحاس في التلوين بصفة أساسية. الإجابة طبعا صح. من مناجم الفوسفات على البحر الأحمر سفاجة. من مناجم الفوسفات على البحر الأحمر سفاجة. الإجابة صح. من مناجم الفوسفات على النيل السبعية. من مناجم الفوسفات على النيل السبعية. الإجابة صح. تقع القصير إلى الجنوب من سفاجة. تقع القصير إلى الجنوب من سفاجة. طبعا الإجابة صح، وكما نلاحظ على هذه الخريطة نلاحظ سفاجة تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي أحد أماكن ومناطق استخراج الفوسفات. كذلك تقع القصير إلى الجنوب من سفاجة، كذلك من مناجم الفوسفات على النيل السبعي. يعتبر حقل فوسفات أبو طرطور من أكبر الكشوف التعدينية. يعتبر حقل فوسفات أبو طرطور من أكبر الكشوف التعدينية. طبعا الإجابة صح. السؤال الثاني، بما تفسر الأهمية الاقتصادية للمعادن؟ ما هي الأهمية الاقتصادية للمعادن؟ 1، توفير المادة الخام للصناعة. ثانيا، تعد صناعة تكميلية. ثالثا، توفر فرص عمل. رابعا، تعد مصدر للعملة الصعبة. تعد مصدر للعملة الصعبة. خامسا، يساهم النشاط التعديني في تعمير بعض أجزاء من الصحاري مثل مدينة الحمروين التي تقع قريبا من ساحل البحر الأحمر بالصحراء الشرقية. بما تفسر توقف إنتاج خام حديد أسوان؟ الإجابة، وذلك بعد اكتشاف رواسب الحديد في الواحات البحرية نظرا للتكاليف الباهظة لنقل خام أسوان إلى مصنع الحديد والصلب بحلوان وارتفاع نسبة الشوائب يزيد الحاجة اللازمة لعملية الصرف.
بما تفسر يعتبر الحديد من أهم الخامات المعدنية الفلزية التي تنتجها مصر. يعتبر الحديد من أهم الخامات المعدنية الفلزية التي تنتجها مصر. الإجابة: الحديد من العناصر الأساسية اللازمة في كل مجال، سواء على المستوى المدني أو المستوى العسكري. كذلك يستخدم في صنع المغناطيسيات الكهربائية المؤقتة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية. كذلك يستخدم الحديد في قضبان التسليح المستخدمة في البناء، ويستخدم في صناعة السفن وقضبان سكك الحديد والجسور وفي صناعة السيارات. كذلك يستخدم الحديد في صناعة كرة من الحديد التي تسهل حركة محاور المحركات والتي يطلق عليها رمان بل. بما تفسر: لم تستغل خامات الحديد في منطقة القصير حتى الوقت الحاضر. لم تستغل خامات الحديد في منطقة القصير حتى الوقت الحاضر. طبعا الإجابة: نظرا لأفضلية ظروف خامات أسوان والواحات البحرية ووعورة السطح، حيث أن هذه المنطقة تعتبر منطقة جبلية، ألا وهي منطقة القصير. عموما ساحل البحر الأحمر تقع عليه سلاسل جبال البحر الأحمر كما نلاحظ في هذه الخريطة. بما تفسر: للفوسفات أهمية كبيرة في الإنتاج الزراعي وفي التصدير. الإجابة: أنه يصدر إلى الخارج بكميات كبيرة، كما يتم تصنيع جزء منه على شكل أسمدة كيماوية زراعية. إعداد الفوسفات كغذاء للمواشي. رابعا: توفير العملة الأجنبية عن طريق التصدير. بما تفسر: تنتشر ملاحات استخراج ملح الطعام بالقرب من سواحل البحر المتوسط المصرية. تنتشر ملاحات استخراج ملح الطعام بالقرب من سواحل البحر المتوسط. السبب: بسبب انتشار البحيرات المالحة على ساحل البحر المتوسط مثل بحيرة إيدكو والبرولوس، أي أن ساحل البحر الأحمر ساحل البحر المتوسط تنتشر عليه بعض البحيرات التي يتم من خلالها استخراج الملح. ثانيا: اعتماد بعض الملاحات على مياه البحر مثل بحيرة ملاحة مرسى مطروح. اعتماد بعض الملاحات على مياه البحر مثل ملاحة مرسى مطروح كما نلاحظ في هذه الصورة. بما تفسر: أهمية معدن الكبريت. يستخدم أيضا في صناعة المفرقعات والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات. إذا أهمية الكبريت: يستخدم الكبريت في صناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات. بما تفسر: أهمية خام المنجنيز. الإجابة: يستخدم المنجنيز أساسا في صناعة الصلب والبطارية الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضا في الصناعات الكيميائية. ثانيا: توفير فرص عمل. يبقى إذا المنجنيز يستخدم في صناعة الصلب والبطارية الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضا في الصناعات الكيميائية. ومن خلال استخراج المنجنيز يتم توفير فرص عمل. أما عن أهمية التلك، يستخدم التلك في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية. ثانيا: كذلك توفير فرص عمل. بما تفسر: أهمية البترول. ما هي أهمية البترول؟
الإجابة: يستخدم كوقود للسيارات والشاحنات والطائرات. يدخل البترول في كثير من الصناعات مثل العديد من زيوت التشحيم وإنتاج المواد البلاستيكية. يوفر فرص عمل ويساهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر. توفير العملة الأجنبية عن طريق تصدير البترول. بما تفسر أهمية حقل أبي الغراديق، أهمية حقل أبي الغراديق بالصحراء الغربية؟ الإجابة: حيث يجمع حقل أبي الغراديق بين الزيت وكذلك الغاز الطبيعي. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على وجود النحاس في مصر؟ ما النتائج المترتبة على وجود النحاس في مصر؟ الإجابة: يستخدم في الصناعات الكهربائية لأنه ليس باهظ الثمن مثل صناعة المولدات الكهربائية وكابلات التوصيل الكهربائي. يستخدم كذلك في اللحام بالنحاس. يستخدم في صناعة السبائك ويخلط النحاس مع عدد كبير من المعادن الأخرى لإنتاج أكثر من 1000 سبيكة مثل سبيكة البرونز. أما السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: يوجد الحديد في 3 مناطق بمصر، منها مبجمة أم جبل المغارة أم جبال البحر الأحمر أم أبو طرطور؟ طبعا جبال البحر الأحمر. ثانيا، تنتج مصر حاليا الحديد من شرق أسوان أم جبل المغارة أم جبال البحر الأحمر أم الواحات البحرية؟ طبعا الواحات البحرية. ثالثا، يتم تعدين الفوسفات في مصر، من عدة أماكن ما عدا شرق أسوان أم أم بجمة أم أبو طرطور أم الصحراء الشرقية؟ طبعا ما عدا أم بجمة. رابعا، أهم منطقة بها احتياطي للمستقبل من الفوسفات هي شرق أسوان أم أبو طرطور أم جبال البحر الأحمر أم الواحات البحرية؟ طبعا الواحات البحرية. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: خامسا، من مناجم الفوسفات حول سفاجة، أم الحويطات أم السبعية أم رأس ملعب أم أبو طرطور؟ أم الحويطات. تقع مدينة منطقة نقط إلى الجنوب من سفاجة وشمال القصير ويتم بها تجهيز الفوسفات. الحمراوي. سابعا، تمثل هضبة نقط الواقعة بين الواحات الداخلة، أضخم رواسب من الفوسفات في مصر. أبو طرطور، الشطوط، الجلف الكبير، السكري. طبعا هضبة أبو طرطور. تتواجد رواسب كربونات الصوديوم بوادي بمحافظة البحيرة، بوادي النطرون. تقع منطقة إلى الجنوب من سفاجة وشمال القصير ويتم بها تجهيز الفوسفات. الحمراوي. عاشرا، تمثل هضبة نقط الواقعة بين الواحات الداخلة أضخم رواسب من الفوسفات في مصر. أبو طرطور. منطقة خليج السويس من المناطق المتميزة في إنتاج النحاس أم البترول أم الغاز الطبيعي أم الذهب؟ إنتاج البترول. السؤال الخامس، هناك عدة معوقات تواجه قطاع التعدين في مصر، دلل على هذه العبارة وما هي كيفية التغلب على تلك المعوقات؟ الإجابة: هذه المعوقات تتمثل في عدم وفرة البيانات الأساسية عن الثروات المعدنية بشكل يخدم المستثمر. ثانيا، تحتاج إلى رأس مال ضخم. ثالثا، من هذه المعوقات نقص الخبرات المدربة تدريبا عاليا على أعمال المناجم واستخراج الخامات والمعالجة
الصحيحة وطرق المثلى لاستخلاصها. رابعا، إسناد أمور هامة بالنسبة للثروة المعدنية وخاصة المحاجر إلى أجهزة غير متخصصة. هذه هي معوقات قطاع التعدين. أما عن كيفية التغلب على تلك المعوقات، توفير طبعا البيانات الأساسية عن الثروات المعدنية بشكل يخدم المستثمر، ومعرفة الأماكن التي توجد بها الثروات المعدنية، توفير رأس المال الذي يساهم في استخراج هذه المعادن، تدريب الشباب على أعمال المناجم واستخراج الخامات ومعالجتها، إسناد أمور الثروة المعدنية وخاصة المحاجر إلى أجهزة متخصصة. أما السؤال السادس، أكمل العبارات الآتية: يخصص فوسفات منطقة وادي النيل لتمويل مصانع السوبر فوسفات الثلاثة، وهي كفر الزيات، أبو زعبل، منقباد. السؤال السادس، أكمل العبارات الآتية: يتواجد خام الفوسفات بين ميناء سفاجة والقصير بمناطق أهمها الحمراوي. ثالثا، تتواجد رواسب كربونات الصوديوم بوادي بمحافظة البحيرة. تتواجد رواسب كربونات الصوديوم بوادي بمحافظة البحيرة بوادي النطرون. يوجد المنجنيز في منطقة في سيناء كما يوجد في أم بجمة في سيناء كما يوجد في جبل علبة. من أهم مناجم الذهب في مصر السكري. إذن يوجد منجنيز في منطقة أم بجمة في سيناء كما يوجد في جبل علبة. من أهم مناجم الذهب في مصر السكري. من أهم حقول البترول البحرية حقلي مرجان وحقل براعيم. ينقل البترول في مصر من السويس إلى الإسكندرية بواسطة خط أنابيب سوميد. تنتشر حقول البترول في مصر في ثلاثة مناطق هي: خليج السويس، شمال الدلتا والمياه الإقليمية في البحر المتوسط، الصحراء الغربية. توجد في مصر 7 معامل تكرير البترول، منها 1 في أسيوط، 2 في الإسكندرية، 2 في السويس. 10، من وسائل نقل البترول ومنتجاته في مصر: اللواري، الناقلات الساحلية، الصنادل النهرية. من حقول الغاز الطبيعي في مصر: حقل أبو ماضي، حقل الوسطاني شمال الدلتا، كذلك حقل أبو الغرادية. أما عن السؤال السابع، ارسم خريطة مصر موضحا عليها توزيع الخامات الآتية: الحديد، المنجنيز، التيتانيوم، فرع دمياط، الفوسفات، التلك، الكبريت، خليج العقبة، حقل أبو ماضي، حقل مرجان، حقل أبو قير، البحر الأحمر، الذهب. وإذا هنقوم برسم خريطة مصر ونحدد عليها هذه الأماكن الموجودة أمامنا. طبعا بعد ما نرسم الخريطة نتابع معا تحديد هذه الأماكن في الشرائح الآتية. وين الحديد في مصر؟ يوجد الحديد في مصر، وهذا الرمز الخاص به هو الرمز الأسود. يوجد في الواحات البحرية، كذلك يوجد على ساحل البحر الأحمر كما نلاحظ، كذلك يوجد شرق أسوان. أما المنجنيز فيوجد في أم بجمة بسيناء، كذلك يوجد في جبل علبة بالصحراء الشرقية. أما التيتانيوم فيوجد كذلك في الصحراء الشرقية. أما فرع دمياط فكما نلاحظ اللون المميز له اللون الأزرق، هذا هو فرع دمياط. الفوسفات، يقع الفوسفات في أبو طرطور بالصحراء الغربية، كذلك يوجد في شرق أسوان، كذلك يوجد على ساحل البحر الأحمر. أما التلك فيوجد بالصحراء الشرقية كذلك، وكذلك الكبريت يوجد بالصحراء الشرقية. أما عن خليج العقبة فكما نلاحظ هذا هو مكان خليج العقبة. ها
أما عن معدن الكبريت فهو يوجد في الصحراء الشرقية. النحاس كذلك يوجد في الصحراء الشرقية. ثالثا، حقل أبو الغراديق يوجد بشمال الصحراء الغربية. خليج السويس رقم 4، هذا هو مكان خليج السويس. حقل أبو ماضي، يوجد حقل أبو ماضي شمال الدلتا كما نلاحظ. حقل مرجان يوجد بخليج السويس. حقل أبو قير يوجد بالبحر المتوسط، البحر الأحمر كما نلاحظ. أما الذهب فيوجد بالصحراء الشرقية، هذا هو حقل السكري، أحد حقول أو أحد مناجم الذهب بالصحراء الشرقية. نرجو الاستفادة من هذه المراجعة، ونترككم في أمان الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.